السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الهيدروليك سيستم، كرسي الهيدروليك سيستم وأنواع الفالفات المستخدمة في الهيدروليك سيستم. ومن ضمن الفالفات دي أو الصمامات اللي هو الدايركشنال فالف أو البوبت فالف. طيب الدايركشنال فالف ده بيبقى شكله على الطبيعة، تمام؟ ليه كذا نوع. الدايركشنال فالف أو البوبت فالف ده بيبقى ليه كذا شكل. فاول حاجه بيبقى تو، يعني ايه 2 على 2 واي فالف؟ معناها تو واي تو بوزيشن. يعني ايه تو واي تو بوزيشن؟ بيقول لي ان هو 2 تو كلوزد بورتس، يعني 2 مقفولين، اللي هم الاثنين دول بيبقوا مقفولين، والاثنين التانيين بيبقى البوزيشن ماشي من 3 رايح ل 2، بيبقى ماشي في الاتجاه ده، تمام؟ ده اثناء لما بنعمل اكتويشن الفالف ده، بندي له سيجنال كهرباء 24 فولت دي سي، يبدا ايه يشغل في الاتجاه ده. اول ما بياخد ال 24 دي سي، فالزيت بيمشي من الاتجاه 3 رايح لاتجاه 2. طيب النوع الثاني اللي هو 3 اوفر 2 واي فالف، معناها ان هو عندي 2 3 بوزيشن، تمام، 2 واي. يعني ايه 3 بوزيشن 2 واي؟ يعني انا اول في الاتجاه، اول ما بعمل انرجايز للبلف ده، فاتجاه الزيت هيبقى ماشي في الاتجاه ده. طيب لما اعمل دي انرجايز، يبقى الزيت ماشي في الاتجاه اللي هو راجع من الرد، راجع على نقطة التلاتة، تمام. طيب والنقطتين التانيين دول ايه؟ ما عاملهم مطبة، مش شغالين. طيب فور واي تو بوزيشن، طيب فور واي تو بوزيشن ان هو عندي ده بنستخدمه في الدبل اكتنج سلندر، تمام، وكل البورتس بتبقى اوبن. فلو انا مثلا الاتجاه، لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده، فخلاص الزيت ماشي في الاتجاه من البامب رايح للاتجاه ده، تمام، والراجع بيبقى ماشي في الاتجاه التاني. يعني لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده، تمام، يبقى واحد رايح لاتنين، تمام، واربعة راجع لتلاتة. ده في الانرجايز في الاتجاه التاني، يعني بمعنى ان لو انا عامل انرجايز من الاتجاه ده، يبقى الجزء ده هو اللي هيشتغل، واحد تروح لاتنين واربعة راجع لتلاتة. طيب لو انا عامل انرجايز في الاتجاه ده، يبقى النقطة دي رايحة للاتجاه ده والراجع راجع من الاتجاه ده. طيب 4 واي 4 اوفر 3 واي بوزيشن فالف ده معناها 4 واي 3 بوزيشن، وده اكتر استخدام. يعني معناها ان لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده، فان الزيت هيمشي في الاتجاه الثاني ده، اللي هو الزيت ماشي في الاتجاه ده كده، تمام، والراجع راجع من الاتجاه ده. طبعا الكلام ده انا هشرحه بالتفصيل لما نروح للدايره. طيب وطيب الوضع المور، لو انا مش عامل انرجايز خالص، فكل الاربع بورتس دول مطببين، مش الزيت مش معدي من الفالف نفسه. طيب لو انا عامل انرجايز للاتجاه الثاني، معناها واحد رايح على اربعه واثنين راجع على ثلاثه. طيب 5 اوفر 2 ده بيبقى كله 2 اوبن بوزيشن اند 2 اكزوست بورت، يعني اللي هو اتجاه اما في ماشي في الاتجاه ده وده الراجع، او ماشي في الاتجاه ده وده الراجع. طيب ادينا اهو بنتكلم في البلف اللي هو 4 اوفر 3 واي دايركشنال فالف، او 4 على 3 بوزيشن فالف دايركشنال فالف. طب معناه لو انا عملت انرجايز ده، اول ما بياخد سيجنال 24 دي سي في الاتجاه ده، فان الزيت ماشي في الاتجاه ده، تمام. قال لي اول ما انا بعمل انرجايز في الاتجاه ده، يبقى الزيت ماشي ايه، هيمشي يكمل بي تروح للايه، يعني البي نقطه البي تروح للايه، يمشي الزيت ده كده في الاتجاه ده. طيب والراجع، الراجع اللي هو نقطة بي، هيرجع على التانك، تمام. ده لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده. طب لو انا عملت انرجايز في اتجاه الايه، هيمشي العكس، ان البي ده هتدي نقطة بي بتاعة البمب، هيمشي الزيت في الاتجاه ده كده، تمام، والايه هترجع للتانك. طيب لو انا مش عامل انرجايز خالص، البي هتبقى مش واصل زيت خالص، ونقطة الاي مع البي راجعين على التانك. طبعا في البداية هو بيبقى جايب لي شكل المور اللي هو مش عاملين انرجايز خالص، يعني نقطة الاي مع نقطة البي راجعين على التانك، يعني الاي مع البي متواصلين مع بعض وراجعين على التانك، تمام، والبامب مش واصل زيت خالص للفالف، تمام. انا هشرح الكلام ده عملي. لو انا مثلا رحت عملت سيموليشن، طبعا ده برنامج سيركت سيموليتور. البرنامج ده انا هختار مثلا سمبل سلندر اهو بنفس الشكل ده. فلو انا ده شكله الترومبه، وده اللي هو 4 على 3 دايركشن اوف فالف. فلو انا عملت اهو عدد 24 فولت في الاتجاه ده، تمام، فالزيت ماشي، شايفين الزيت ماشي ازاي، ماشي ازاي، ماشي ازاي، لغايه ما ملى الزيت اهو، يبقى الزيت ماشي في الاتجاه ده، تمام، الزيت ماشي في الاتجاه ده. تاني يبقى لو انا عملت في الاتجاه الثاني،
كده ده وضع المور، معناها ان انا ما فيش انرجايز هنا ولا هنا، مش عامل انرجايز، فمعناها ان النقطه دي والنقطه دي راجعين على التانك، والبي اصلا ما فيش زيت ماشي في الاتجاه ده. طب لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده كده، تمام، عملت انرجايز كده، شاف الزيت ماشي في الاتجاه ده كده، تمام، يملى الزيت هنا، تمام، يبقى الزيت ماشي في الاتجاه ده. طب والراجع، الراجع هيبقى كده، راجع على التانك، ده وضع التانك. يبقى تاني، يبقى لو انا عملت ده وضع المور، زي ما قلنا ما فيش انرجايز خالص، تمام، الترمبه سحبه، الترمبه سحبه وراجع على التانك اللي هو ده، تمام، وما فيش اي انرجايز. طيب لو انا عملت انرجايز في الاتجاه ده، المفروض ان الزيت اللي طالع من الترمبه هنا رايح على النقطه دي، فانا عامل هنا، تمام، ماشي الاتجاه، الزيت في الاتجاه ده كده، تمام، كده كده الزيت تم. طيب لو كده المور، هبدأ اعمل انرجاز في الاتجاه ده، لما اعمل انرجاز في الاتجاه ده الزيت ماشي في الاتجاه ده، تمام، وده الراجع، يبقى الزيت ماشي كده رجعت كده. يكون شرحنا البوبت فالف، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.